طيب هذاك عنده فحص بكالوريا. هي ليش ما اجيت؟ ابو طارق؟ نعم. شفت لي شيء انت سناء؟ مين هي سناء؟ شو موظفة جديدة؟ لا افتكار سابقة. لا ما شفتها. يو نيد شي؟ نو ثانكس. أنت منيرة صباح الخير. صباح النور. أنا آسف لإزعاجك بس بدي أسألك إذا بتريدي سؤال. شوف شغلك أستاذ سوي. والله الآنسة سناء رئيسة قسمنا قدمت لكم شيء طلب 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 إجازة؟ لا ما قدمت. ليش مو هون هي؟ لا هي مو هون، ابصر شو صاير معها. ان شاء الله ما تكون مرضانه او صاير معها شيء لا سمح الله. على كل يعطيك العافيه، لا تاخذونا. ناس بتكتب شعر وناس بتاكل شعر. مع السلامه. استاذ نزار. خير. سهير متزوج شيء؟ لا عزابي مثل حكايتي. تاخذي لك شويه ملح مشان ارتفع ضغطي؟ لا ضغط منيح يسلموا ايديك. صحتين. وسألتني اذا كان سهيل متجوز ولا لا. أنا اللي حقعد معك. أنا آسف بس مو هون منزل الآنسة افتكار؟ مزبوط، هون منزل الآنسة افتكار وأنا أمه. فرصة سعيدة، أنا الحقيقة كثير انشغل بالي على الآنسة افتكار لأنه هي بالعادة ما بتتأخر عن شغلها وما بتغيب عن شغلها، قام لعب الفار بعمي وضربت أخماس بقداس وأنت لحالي يا ترى روّي، أنت منين بتنطفي؟ أنا آسف جدا بس يعني انشغل بالي إمجي خير إن شاء الله ما في شغلات يعني هي تعبانة شوي بس ما في شيء بيخوف الحمد لله بالإذن أي الله فوق سيئة رح ناديلك مدام معلش إذا أنا جيت بوقت غير مناسب فأنا بعتذر كثير أنا بس لأنه انشغل بالي وحسبت حساب إنه صباح الخير كنت صاير شيء أنا خفت كثير إنه طافة شو بك رح ناديلك خلص معلش أنا برجع بعدين يا هلا قلبك وين رحت استريح هون هلا بناديلك ما بدي قومي لك قومي خبر صار للغاية قومي ما بدي لك جاييني استفقدوكي من الشغل جاييني اطمئنوا عليكي إذا المدير قولي له حرارتها مرتفعة مو المدير هذا واحد عندك بالمكتب سعيد قولي له ما بدي شوف خلقته لك مو سعيد هذا الاس الطويل سهيل إيه لا مين هو وين لك شو وين لك تعي لشوف وين رايحتي بروف النمي على عيوني لك ليه معك حق يا بنت يا بنت ما طالع شيء بسوي اشتغل اهلين وسهلا نورت إذا الوضع ما بيسمح لنا تستأمني خلص أنا ببقى برجع بعدين لأنه الوضع حساس كثير مجوزية تعبانة أنا أساساً ما بدي أهرجكم مدام لا وضع بيسمح وبيسمح بس هي ما بدها تطلع قدامك حي الله حاكم أنت تقبرني مدلل إلك وضع خاص طبعاً أنا مدلل وإني وضع خاص أنا أصلاً زميلة بالشغل فوت عود أهلين وسهلين فوت أهلين وسهلين يعلم الله شرفتوا نورت شلونك ان شاء الله مبسوط بونفوار
سهيل. الحمد لله على سلامتك افتناء افتكا. انشغل بالنا عليكي، وينك انت؟ وينك انت؟ عن جد بصراحه انا مو معقول، انا كثير لانه نحن مو معودين عليكي انك تغيمي. انشغل بالك علي سهيل؟ طبعا انشغل بالي عليكي، طبيعي لانه انت بالنسبه لنا اول من يحضر واخر من يتغيب، انت بالنسبه لنا مثال، نموذج الموظفه المثاليه الحتات النموذجيه. انطفي. أنا رايح أشوف الطبخة وأطفي تحتها، بس راجعها. أنا راجعة. شو؟ ليش مو جايب الخطيبة معك؟ خطيبة؟ أنا خطيبة؟ ها إيه، أيوة. شو ما زبطي؟ لح مو قصة ما زبطي، طلعت معقدة. اتصوري بنص القعدة حملت حالها ومشيت. لا أح لا دستور، اتصوري ما قالت خاطرك مع السلامة، بصير هيك. اف وليش هيك بقى؟ ما بعرف، علمي علمك، بس أنا كنت عم بقرا لها قصيدة، بنص القصيدة حملت حالها ومشيت، ما بعرف ليش هيك فجأة. تكتب شعر سهيل؟ ايه أنا بكتب شعر، بكتب شعر، بس شلون بدي أقول لك يعني شعر ومو شعر، أنا بكتب الشعر لمتعتي الأخ، لمتعتي الأخ، لمتعتي الأخ. الشخصية مضبوط، معك حق، يعني فينك تقولي بفش خلقي بقراءة الشعر. يسلم لي المتعدد المواهب. ايه سهيل، ليش ما قلت لي انا بحب الشعر كتير؟ يعني اذا بتقرأ لي من هون للصبح ما بمل. قول فش خلقك في الشعر. يعني انا ثناء بصراحة افتك، يعني انا بصراحة ما بقرأ شعر بالعادة، يعني انا اشعاري ما بقراها بالعادة، لكن انا يومتا من ذات قلت لحالي اقرأ لها قصيدة بركي بتتقرب منك بتصير تحبك، وقريت لها يعني انا. اقرأ لي الي. طيب شعر حديث معليش. لك ان شاء الله يكون جاهلي، اقرأ لي. طيب رح اقرأ لي قصيدة حديثة، اسمعي. من الفصول ينقص الفصل الخامس، من السنة ينقص الشهر الثالث عشر، من الشهر ينقص اليوم الثاني والثلاثون، من الدقيقة ومن الساعة ينقص الأخ، ينقص الأخ، ينقص الأخ، ينقص الوقت الذي يجب أن نلتقي فيه. إيه شو ناوي تعمل هلأ سهيل؟ بدك تدور على واحدة تانية؟ خلاص بكفي، لو منا تشتي كانت أخ، كانت أخ غيمت. مغيمة. شو قصدي؟ في واحدة بتحبك، إذا بتقرأ لها شعر بتنبسط كتير. مين؟ ما بقدر قلك، لحالك لازم تعرف. انا بعرفها شي. ايه بتعرفها، كل يوم وشك بوشها بالدائره بتطعميك يبرق بالعلامه. عرفتها ولا ما عرفتها؟ ما عندها شروط؟ لك ما عندها، ما لم صدق انت تقلها، متى ما قلت لها رح يغط على قلبها وتوقع بارضها، بس انت قلها. إيه بكره لك رح اخطبها نشوف مزبوط مثل ما عم بتقولي ولا لا. عرفتها؟ لا ما عرفتها، بس انا رح امسك بنات الدائره كلهم وحده وحده واطلب ايدهم، الا ما تطلع بعدين من بيناتهم بوشي هيني عم تحكي عنها. متقرب لعندها وتستحي؟ خلص بدي طق شرش الحياه حتى لو صرت مسخره. مو اول وحده تقول لك لا تتعقد، بتكفي للاخير بزمه وضميرها. ما رح اترك ولا وحده. شوف سهيل، انت بلش بالبنت اللي معرفتك فيها اكثر، اللي بتشوفها بتقلك الله يصبحك بالخير، بتقول لغيرك الله لا يصبحك بالخير، هيك بتكون مهمتك اسهل. يمكن انا فهمت تلميحاتك. تلميحات شو؟ عرفت عن مين عم تحكي. عن مين؟ ما رح قلك، رح فاجئك بكره بالدائره. انا ميزتي اني انا بقرا ما بين السطور، مو تشوفيني هيك ساكت يعني مالي عرفان ومالي فهمان، انا قريان كل شي بين السطور. ولا هلا لك تعال، ولا هلا استاذ سهيل. هيك
اعطيني يا أختي، كنت عم ساوي مثل ما قلتيني. شو قلت لك؟ ريح. كنت عم روح على الموظفات وعم دور عليهم وحدة وحدة واسألهم إذا في شي وحدة بتأمل تتجوزني. إيه صحيح قلت لك، بس قلت لك تبلش من أول وحدة بتعرفها. من أول وحدة؟ على كل خلص ما عاد في داعي، لأنه سميرة طلعت أسوأ وحدة فيهم، تصوري قلت لها قامت صارت تتمسخر. ممتاز! أصلاً أنت شو بدك فيها؟ شعراتها مثل شوايات الدرة. شو ناوي تعمل هلا؟ خلص ما ناوي أعمل شي، انتهى انتهى الموضوع؟ الموضوع. لا شو انتهى الموضوع؟ ما انتهى الموضوع؟ معقولة يا سهيل تيأس؟ ما لازم تيأس بنوب، هلا أنت سألت كلنا موظفات. خلص ما عاد في داعي أصلاً اسأل، لأنه ماجدة وافقي. وافقت؟ على أي أساس وافقت؟ وافقت على أساس أنه أنا قلت لها أنه أنا يا أنسة ماجدة أنا رجال عذابي وعم دور على الإمرأة الاستثنائية مشان أتجوزها ويصير في بيناتنا خبز وملح وشركة حياة، بتوافقي يا ترى إذا أنا تقدمت لك؟ قالت لي موافق. من غير ما تعرف عنها شيء؟ مو ضروري، بيجوز إذا عرفت عنا شيء بطي. لك 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 أنت شو؟ ما بتفهم؟ العمى؟ افتكار ليش؟ سناء 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 ليش هيك عم تحكي معي؟ أنت هيك قلتي لي ساوي. وإذا قلت لك؟ أول وحدة بتقول لك إيه خلاص؟ وين عزت نفسك وكبريائك والشمم تبعك؟ لك الوحدة ما بتعرفها مثل العالم والخلق. بتقول لها إيه دغري؟ يا ستي معنا وقت. بكره شوي شوي نتعرف على بعضنا. لك الواحد قبل ما يتخذ هيك قرار مصيري لازم يعرفها للمخلوقه يلي بده يرتبط فيها، يلي بده تصير امه ولاده. لك على الاقل تروح تزورها وتزورها تعرف امها. امها ميته. هو علينا، انت اكيد ما بتفهم، بدك الواحد يلقمك اياها بالمعلقه. افتناء سناء 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 وين رايحه؟ عشان من الحمراء. طيب ما بدك تاخذي معك شنتاي؟ ما بدي. إن شاء الله ما يخموا الاسم يا خنات بقلب الشنتاين. لك بنتي تركتي الدنيا ولحقتي، هذا ما بيحس هاد. بابو يا عمي، بابو ما بعرف شو بدي اعمل، يعني شو اعمل له اذا ما عس علي؟ طيب انا مو مبين علي؟ لك عم لقمه اياها بالمعلقه مع اليبرقات. والله باين عليكي ونص، بس هذا اعمى، دوري لك على شيء واحد مفتح. ما عم بقدر يا عمي، ما عم بقدر دور على غيره، يا ابر قلبي شو بحبه. وينك؟ شو رأيك انه جرب لك مرة تانية مع ابن خالتك فارس؟ قد ما كان ابن خالتك فارس عز وجاه وسيارات ومال. ما بدي، لو ما ضل رجال غيره ما بتجوزوا لفارس، اصلا ما وصلني لهالمواصيل اللي انا فيها غير انت وابن اختك فارس افندي. انا وياه شو دخلنا؟ من انا وصغيره فارس لابتكار وافتكار لفارس، لما الاستاذ فارس نوى يتجوز نسيها لست افتكار. لك يا بنتي الجواز اسمه ونصيب، هلا لو اجى واحد غير فارس وخطبك بجوز كنا وافقنا عليه. ليش حدا بيسترجي يقرب؟ لك شو عم بتقولي انت امي؟ بس يسمعوا اسم فارس ما بعرف شو بيصير لهم، ما عاد بيبينوا، الارض بتبلعهم بتنشق وبتبلعهم، ما راحت غير علي يا حزن. هلا اللي صار صار، شو في لك موظف ثاني غير سهيل؟ ايش شو سهيل خرط وخرات وقلب مات، شو بكي؟ يعني روح له تعال خطبني ترضي لي يا انتي. لك لا يا هبولي، بالاول بتمرقي من قدامه، بعدين بتاخذي له معامله، بتفتحي معه حديث، بتاخذي اكل من هون وبتحزمي. طيب امي بركي حس اني انا عم بعمل هيك يعني مشان الفت له نظره، شو بدي اعمل؟ احسن إذا حس معناته وصلتي للي بدك اياه، ساعتها بصير الشغل إله، إذا بده بيجي بخطبك، وإذا ما بده ما بيلبي الدعوة، وساعتها بقى بتلجئي للحركات والبركات والشركات وتدوري على واحد تاني.